طلبت من الوزير مقابلة بعض الأعضاء عندنا وموظفين الجمعية للتحقيق مع التجاوزات اللي فيها، ولا أحد جاء. يعني الوزيرة هند الصبيح لم تفتح الباب ولم تلتقي بكم؟ نعم، وأنا قدمت شخصيا باسمي أنا شخصيا وعلى أخوي الأستاذ العضو معي زميلي فهد الميع، تقدمنا أنا وياه لمقابلة الوزيرة ولا قابلتنا ولا حتى حد اهتم بالموضوع.